بسم الله الرحمن الرحيم. احمد جمال رقم 15. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن اللاكتوز انتولرانس ديزيز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. علم الانسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. طبعا هنتكلم عن اللاكتوز انتولرانس، وده التيم ورك بتاعنا اللي احنا اشتغلنا كلنا، ودي الاوتلاينز ان شاء الله اللي احنا هنتكلم فيها. مين قال التيم ليدر دي؟ السنه اللي فاتت كان عندكم في ورقه الانستراكشنز ان التيم مكون من ناس عدد 9 10 8 وليهم واحد مسؤوليته انه بيجمع الداتا وبيجمع الناس مع بعض ويقسم الشغل. يو ار سبوزد طالما في تيم لو كابتن. الحكم يحب يتخانق اتخانق معاه، ما يحب يحصر حصره هو، ما يحب يدي كريدت للناس كلها هشكره هو اول حد. تمام. طيب عشان نتكلم عن اللاكتوز انتولرانس ديزيز لازم الاول ناخد نبذه عن ايه هو اللاكتوز نفسه. طيب اللاكتوز ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن بايساكرايد متكون من تو سيمبل شوجرز اللي هم البيتا جالاكتوز وبيتا جلوكوز لينكد توجذر باي بيتا 1/4 جالاكتوسيديك بوند. بيتا 1/4 يعني ايه؟ يعني لينكد بكربون نمبر 1 في الجالاكتوز وكربون نمبر 4 في الجلوكوز، فعشان كده تبقى جالاكتوسيديك بوند لان هي من الجالاكتوز للجلوكوز و1/4 لانها كربون نمبر 1 في الجلوكوز وكربون نمبر 4 في الجلوكوز. طيب احنا ازاي البودي يقدر يستفيد من اللاكتوز اللي احنا بناكله؟ لازم نعمل له دايجستشن عن طريق انزيم اسمه لاكتيز سكريتد من السمول انتستن. في الابيثيريال سيلز بتسكريت اللاكتيز انزيم عشان تقدر تهضم البيتا جلاكتوسيديك بوند دي عشان اقدر احوله من لاكتوز انتو جلوكوز وجلاكتوز، فاقدر بعد كده استفيد بيه واعمل له ابزوربشن عادي جدا في البلاد ستريم. طيب الايكويشن هي توضح لنا قوي شغل اللاكتيز. اللاكتيز عباره عن هيدروليز انزيم. هيدروليز يعني ايه؟ يعني بيستخدم ووتر في ان هو يقطع البوند دي، بقطعها عن طريق ان انا ازود الووتر دي يبقى هيدروليز، بقطعها اقدر اخليه سيمبل شوجر في الجلاكتوز وجلوكوز، وممكن اقول ان هو جلاكتوسايديز انزايم لانه بيقطع جلاكتوسيديك بوند، وان كنت عايز ابقى سبيسيفيك اكتر هخليها بيتا جلاكتوسايديز لانه هو بيقطع بيتا جلاكتوسيديك بوند. طيب What is lactose intolerance بقى اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله؟ lactose intolerance ان احنا عندنا deficiency في اللاكتيز انزيم اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه بقى. طيب هل المرض ده خطير؟ لا هو مش خطير، بس السيمبتومز بتاعته maybe uncomfortable، هتخلي البني ادم مش مستريح كده وهو عنده يعني المرض ده. طيب عايزين بقى نتعرف اكتر على المرض ده، نعرف السيمبتومز بتاعته بالتفاصيل مع بنوبتي. عايزين نتكلم عن السيمبتومز او الشخص اللي عنده لاكتوز انتولرانس ده المفروض يظهر عليه ايه؟ دلوقتي اللاكتوز لما يتجمع مش هيحصل ابزوربشن فمش هيخش الدم، فهو هيتجمع جوه هيتجمع جوه السمول انتستن يديني سيمبتومز، ويتجمع جوه اللارج انتستن يديني سيمبتومز تاني. في السمول انتستن لما يحصل اكيوميليشن للان ابزوربد لاكتوز هيديني ديستنشن، هيعمل ديستنشن يعني انتفاخ في البطن، ونتيجه الديستنشن هيبقى عندنا ابدومينال كرامبس. يبقى احنا دلوقتي اتجمع اللاكتوز جوه السمول انتستن فعملنا ديستنشن، بعد ما عملنا ديستنشن ادانا ابدومينال كرامبس. برضه اللاكتوز لما بيتجمع جوه السمول انتستن بيحسب ميه، بيسحب ميه، بيزود الاوزمولاريتي بيسحب ميه، فبيعمل لي فوميتنج ونوزل، نوزل احساس بالغثيان اللي هو بيجي قبل الفوميتنج. يبقى ده جوه السمول انتستن، هو لما اتجمع جوه السمول انتستن سحب ميه عمل لي نوزل وفوميتنج. برضه لما اتجمع جوه السمول انتستن عمل ديستنشن وابدومينال كرامبس. جوه اللارج انتستن برضه هيكون يعني هو دلوقتي ما حصلوش ابزوربشن بالبلد في السمول انتستن فهنزل على اللارج انتستن، لما نزل حصل له اكيوميليشن فزود اوزمولاريتي سحب ميه برضه، لما سحب الميه عمل لنا دايريا، يبقى هو في السمول انتستن عمل فوميتنج لما سحب ميه، في اللارج انتستن عمل دايريا لما سحب ميه. تاني حاجه هيديني جازز، الجازز دي سببها هو الهالجين جاز. طب الهالجين جاز ده جه منين اصلا؟ جوه اللارج انتستن في بكتيريا بتعمل فرمنتيشن ان ابزوربت لاكتوز، بكتيريا دي بتعمل فرمنتيشن ان ابزوربت لاكتوز. يعني فرمنتيشن ده تعمله فرمنتيشن ازاي؟ بتكسر شورت تشين فاتي اسيدز والميثان جاز والسي او2 وهيدروجين، ده الهيدروجين اللي سبب لي الجاز. طب الهيدروجين ده اصلا الجسم بيتخلص منه ازاي؟ في ثلاث وسائل عشان يتخلص من الهيدروجين ده، يا اما هو يطلع لفوق يا اما ينزل تحت يا اما يفضل مكانه. يطلع لفوق ده بيطلع مع اللنج ويوريه في البيس، عشان كده في الدايجنوز بعمل هيدروجين بيس تيست، ده انا هاخده بالتفصيل في الدايجنوز. يفضل مكانه. في نوع تاني من البكتيريا بيستخدم الهيدروجين، وممكن هو ينزل مع الستول ويعمل لي هو بيعمل جاز، لو نزل مع الستول يعمل جاز. طيب السيمبتومز دي هتظهر امتى؟
المفروض هي بتظهر من نص ساعة لساعتين من بعد ما اكل حاجة فيها لاكتوز. بتظهر من نص ساعة لساعتين بعد ما اكل حاجة فيها لاكتوز. طب هل أي حد كان لاكتوز السيمتوم مش تظهر عليه واحدة؟ يعني أنا جالي لاكتوز حد الدكتور جالي لاكتوز مثلا يظهر عليه نفس السيمتومز بنفس السيفيرتي يعني تبقى نفس القوة؟ لا، على حسب أنا كانت قد إيه لاكتوز، يعني مثلا لما آخد بقين لبن ولا لما آخد كوباية لبن كاملة. فبس فده حسب انا اكلت قد ايه بتظهر السيمبتومز من مودريت للسيفير. طب ايه الاكل اصلا اللي فيه لاكتوز؟ معظم منتجات الالبان فيها لاكتوز، لبن، ايس كريم، شوكولاته، برضه 20% من الادويه بيبقى فيها لاكتوز، بيبقى فيه هيدن لاكتوز، زي مثلا حبوب ميه الحمض بيبقى فيها هيدن لاكتوز، برضه السوفت درينكس اللي كانت بيبسي والحاجات دي كلها بيبقى فيه سوفت درينكس بس ده ما بيبقاش مكتوب ليبل عليه من بره، عشان كده نسميه هيدن لاكتوز. بس ما بقاش مكتوب على الليبل من بره، يعني هما بيكتبوا سكروز وجلوكوز وفلكتوز هما حاجات الساعه بيتكس ويكتبوا لاكتوز. هو مكتوب سوفت درينكس بيبقى فيها لاكتوز وفي ريفرنس ده بيبقى فيها البان، يعني مش بيبقى عام، هو بيبقى منتجات البان ديري برودكتس، لبن رايب، مش عارف لبن بالشوكولاته، لبن بالفانيليا، الحاجات دي هيبقى فيها كده. انما ما نعممش، ما تقول لي كل سوفت درينكس يبقى الكانز بتاعت البيبسي مكتوب عليها من بره سكروز وجلوكوز مثلا مثلا وفركتوز واي حاجه مش عارف ايه ومكسوفين يكتبوا لاكتوز. لا، هو كده الحاجات هيدن مش مقصود، لازم هيكتب لو فيها كونتنت هيكتب، والا لو ترفع عليها قضيه تاخد ملايين. يعني دي نقطه، يعني عشان بس ما حدش يقول لك بتاع اللي فيها لاكتوز بس انا مش واخد بالي. طب وهي تفرق معانا في ايه؟ هو كده ادى فولس امبريشن انه اي حاجه سوفت هتشربها. تخيل انت عندك لاكتوز انتولرنس او تعرف واحد عنده لاكتوز انتولرنس فجاي مثلا هيشرب بيبسي او عصير تفاح فزي الفيلم بتاع عماد حمدي بتاع زمان بقى يشربه يا ساتر يا رب. لا لاكتوز مش لاكتوز، سكروز سكروز، ما ندخلش ده في ده. اوكي ماشي، بس زي الفل. اخر حاجه، مش اي حد ظهرت عليه السيمتومز دي وهو عنده لاكتوز انتولرنس. في امراض ثانيه بنفس السيمتومز وهو مش لاكتوز انتولرنس، زي ايه؟ لو حد عنده قولون تعبان، ريتابول او انفلامتري بول سندوم، لو هو برضه عنده ديفيشنسي في الدايجيشن بتاع ال يا دكاتره نسمع زماننا، بس لو هو عنده مشكله ايه؟ عنده مشكله في القولون فبتظهر عليه نفس السيمتومز، او عنده مشكله في الدايجيشن بتاع الفاكتوز. هنجمع بس بيها دلوقتي هو في السموكينج تيست عندنا لاكتيز ديفيشنسي، فاللاكتوز ما اتكسبش ولا جالاكتوز ولا جلوكوز، عمل ابزوربشن دخل جوه اللارج انتست، فاللاكتوز بالبكتيريا اللي عملت له فرمنتيشن اديت لي اداني هيدروجين اللي هو كان سبب في ان انا يحصل لي جازز، والسي او 2 وسحبت ووتر فعملت دايريا وفومتين. وبعد كده دلوقتي عن فايبس، طب ليه اللاكتيز ديفيشنسي؟ ايه انواعه؟ ده هنتكلم عنها بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن التايبس اوف لاكتيز ديفيشنسي. التايبس في 4 تايبس لاكتيز ديفيشنسي: برايمري، سكندري، ديفلوبمنتال، كونجنتال. قبل ما نتكلم عن التايبس هنتكلم بس عن اثنين جين مهمين هيفهموا لنا الموضوع قدام. اول جين اسمه لاكتيز جين اللي هو بيبروديوس لاكتيز. ثاني جين اسمه ام سي ام 6 جين دوت اللي هو بيعمل مينتين للابيليتي تو بروديوس لاكتيز. تمام؟ ايه البرايمري لاكتيز ديفيشنسي؟ ان الام سي ام 6 جين اللي بيعمل مينتين لل سي تي جين اللي هو اللاكتيز جين دوت حصل له ميوتيشن. تمام؟ ازاي حصل له ميوتيشن؟ ان الثيمين اتبدلت بالسيتوزين. ده اللي هو سنجل جوينت ميوتيشن. تاني نوع من اللي هو كونجنتال، كونجنتال ده ان اللاكتيز جين نفسه هو اللي حصل له ميوتيشن. ساعتها مش هيكون في لاكتيز اساسا بروديوسد يعني. تمام؟ الصوره ده توضح لنا هنا الـ هنا الـ MC M6 جين بيعمل مينتين للـ LCT جين. ازاي الـ LCT جين؟ طب ازاي؟ ان هو بيأثر على البريموتور ريجن بتاع الـ LCT جين فبيعمل له اكسبريشن ان هو يطلع لاكتيز. تمام؟ شكرا. حاجة أنا ابتسامة ممكن الابتسامة دي معناها إيه ده؟ إيه ده؟ علامة رضا، علامة حاجة تانية. لو حصل ميوتيشن في الام سي ام 6 جين ده غريب امبارح يا سعد تسمع ايه؟ غريب امبارح يا نعم انت عايز ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ احمد ايه؟
بريد فحسب الميوتيشن في الام سي ام 6 جي دوت هيكون البرايمري اللي هو النص الكومن تمام. هيكون ال سي تي جي ال سي تي جي لسه شغال بس هيكون في الاطفال نفسهم لما يكون اتولد هيكون عنده لاكتيز بس هيقل قدام يعني او لحد ما يكون مش عنده خالص يعني. كان الجين بقى بلوك ما هو شغال والسكت اتقفلت عليه هو بيعمله من تاني تمام. لو حصل بقى ديفكت او ميوتيشن في ال سي تي جي نفسه دوت هيكون انا ما عنديش الجين اساسا اللي بيصنع لاكتيز وبالتالي انا ما عنديش لاكتيز خالص اللي هو كونجنت تمام. رابع نوع اللي هو ديفلوبمنتال لاكتيز ديفيشنسي دوت ان البيبي اتولد قبل ميعاده قبل ميعاده يعني ايوه ايه 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 المفروض الاطفال المبتسرين اللي هو مبتسر فطبعا هنسمع ناس كتير وعارف ناس كتير لك الاطفال المتبسطين كفايه سباد يلا مبتسرين اللي هو ناقص منهم بريماتيور كامل حبيبي. طب ايه ليه بريماتيور؟ لان اللاكتيز برودكشن اساسا بيكون في اخر 3 شهور من الحمل ناقص نمو فما عندوش كل حاجه عندي ديفلوب كمل. رابع نوع اللي هو secondary lactase deficiency ان السمول انتستين نفسها فيها defect او فيها infection او disease وبالتالي انا مش عارف اطلع لاكتيز لان السمول انتستين زي ما قالنا دكتور احمد جمال ان السمول انتستين هي اللي بتطلع اللاكتيز. دلوقتي هنتكلم عن الدياجنوزس ومعانا دكتور ابو العلاج. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل دياجنوزس للاكتوز انتولرانس. اولا هنشوف الهيستوري بتاع المريض ده عشان نعرف احتماليه وجود المرض ده عنده قد ايه. بعد كده هنعمل فيزيكال اكزاميشن تشيكينج فور ابدومينال بلوتينج. ابدومينال بلوتينج نتيجه الجازز اللي خرجت عن طريق الابنورمال بريك داون لللاكتوز في اللارج انتستين. بعد كده يعني ايه بلوتينج؟ سوالينج استفاخ فلاتولنس تمام. الكلمه دي جديده علينا بلوتينج تمام. انا لازم كنتش اعرفها الا قريب ليها بدائل اخرى اللي هي سوالينج او فلاتولنس انتفاخ. عنده انتفاخ نتيجه الغازات زي ما دكتور جلوب قال لنا في البدايه نتيجه الفرمنتيشن بتاع البكتيريا الموجوده في اللارج انتستين. شكرا كامل. بعد كده هنستخدم الفلاتشن بعد كده هنستخدم الاستيثوسكوب تو تشيك فور ساوندز. بعد كده هنعمل بركشن تو تشيك فور بين. ده كده الفيزيكال اكزاميشن. بعد كده الميديكال تيست. اول تيست هنعمله اللي هو الهيدروجين بريس تيست. هنكشف نسبه الهيدروجين في البريزنج. هندي البيشنت ده لاكتوز وبعد فتره هنعمل نكشف عن وجود الهيدروجين. فقدامي حالتين لو لقيت النسبه طبيعيه يبقى ما عندوش لاكتوز انتولرانس. لو ما لقيتش النسبه طبيعيه يعني زادت نتيجه البكتيريا اللي عملت ابنورمال بريك داون لللاكتوز في اللارج انتستين يبقى ده احتمال يكون عنده لاكتوز انتولرانس. ادي واحده لما بتقلب اول ايه السؤال اللي المفروض اساله له هنا؟ ايه النسبه الطبيعيه؟ صح؟ يبقى لو انت بتقول لي النسبه طبيعيه واعلى نسبه طبيعيه يبقى زي ما انت شفت التست ده المفروض تحط لي الفاليوز الطبيعيه. احنا بتوع الكيمياء بنتكلم بفاليوز نورمال ليفل بلاد جلوكوز من كذا لكذا. لو اعلى من كذا يبقى هايبر جلاسيميا او بري دايابيتك او دايابيتك. لو اقل من كذا يبقى هايبر جلاسيميا تمام. فهتقول لي الكلمه الطبيعي قول لي ايه هو الطبيعي تقول لي ايه الفاليو اللي ممكن تطلع ده نبقى نحطه في الكونسيدريشن بتاعتين تمام مظبوط 100 كمل تمام. بعد كده التست اللي بعد كده اللي هو هنكشف الستول اسيديتي خاصة عند الأطفال لأن صعب نعمل لهم التيست اللي فات لأن صعب نقول له اعمل بريزنج وكده. فهنعمل ستول أسيديتي هندي له لاكتوز وبعد فترة هنكشف عن الستول أسيديتي. لا قدامي حالتين لو لقيتها طبيعية لو لقيتها طبيعية يبقى ما عندوش لاكتوز انتولرانس. لو لقيت النسبة زادت يبقى عنده لاكتوز انتولرانس بسبب اللاكتيك بسبب الأمينو أسيدز اللي خرجت
من البريك داون في اللاكتوز في اللارج انتستين، وهنكمل الميديكال اكزامينشن مع الدكتوره ابتهال. يلا ده رقم 5. هكمل الدايجنوزيس اوف لاكتوز انتوليرانس. عندنا ثالث طريقه اسمها لاكتوز توليرانس تيست، ده عباره عن بلاد تيست بنعتمد على ان اللاكتوز لما بيحصل له دايجيشن ابزوربشن بيزود نسبه الجلوكوز في البلاد، فاحنا بنجيب البيشنت ونقيس نسبه الجلوكوز في البلاد وبعد كده بنديله سولوشن فيه لاكتوز وبعديها بنقيس ثاني نسبه الجلوكوز في البلاد. لو النسبه دي عاليه بمعنى كده ان حصل، معنى كده ان حصل ابسوربشن وتمام ما فيهوش حاجه نورمال. لو النسبه دي ما عاليتش ممكن يكون عنده لاكتوز انتوليرانس. طيب احنا بنقيس النسبه دي ازاي؟ في طريقه اسمها جلوكوز اوكسيديز ميثود. الطريقه دي احنا بنعتمد على ان البلاد اللي فيه الجلوكوز بنحط عليه انزيم اسمه جلوكوز اوكسيديز، فبيعمل اوكسيديشن وبيحوله لتو كومباوندز اهمهم الهيدروجين بيروكسيد H2O2. بعد كده على اساس كميه الهيدروجين بيروكسيد بنقدر نقيس نسبه الجلوكوز. طيب دي احنا بنقيسها ازاي؟ بنقيسها عن طريق بنحط كالرليس كومباوند وبنحط عليه انزيم بيروكسيديز انزيم، فبيكون كالرفول كومباوند على بيكون لونه بينك كالر. على اساس دنسيتي اوف ذا كالر بتقدر نقيس نسبه الجلوكوز عن طريق السبكتر فوتوميتر. دخلت فوتوميتر في المعمل ولا لسه؟ اللي هي بتقول لكم ده المفروض ان دي عليه فلوس، هي بتشرح لنا كده سكشن الفوتوميتر اللي هناخده بعد كذا كذا اسبوع. متشكرين. احنا مش ده براكتيكال، الجزء البراكتيكال اسمه الفوتومتري. البرنسبل بتاعه ان ماده كل ما الماده دي هي ماده مالهاش لون كويس هقيسها في الدم، هقيسها في السيرم، طب انا عايز اقيس كميتها هي مالهاش لون فهحط عليها ريجنت برضه مالوش لون، تمام؟ فيتفاعلوا مع بعض يدونا لون، وكل ما اللون يكون اغمق كل ما الكونسنتريشن هيكون اعلى. ده بنقيسه بمقياس طيفي حاجه اسمها هيستر او سبكترو فوتومتر. ده البرنسبل بتاعه. ذا مور ذا كونسنتريشن او ذا مور ذا ابزوربنس بتاع الجهاز، كل ما الجهاز يمتص الضوء اكتر كل ما الكونسنتريشن هتكون اعلى. هي مشكوره قالت لنا جزء البري لاب اللي هتشرح لنا بعد اسابيع من دلوقتي. اتفضل. طريقه كمان طريقه البيتا تيست. دي احنا بنعتمد على ان اللاكتوز لما ما بيحصلوش ديجيشن وابزوربشن بينزل على طول في الاسطول، بينزل زي ما هو. واللاكتوز ليه ريديوسنج باور، فاحنا بنكشف عليه عن طريق كشفنا عن ريديوسنج باور. طيب ازاي؟ احنا بنحط دلوقتي السولوشن البريدكت بيكون فيه كيوبريك سلفيت وبنحطه فبيتحول لكيوبريك سلفيت من اللون الاورنج، من اللون البلو سوري، بالتسخين هيتحول للاورنج. طيب ده بيحصل ازاي؟ بيبقى الاسطول فيه جلوكوز بيبقى في السايكليك فور، بس مش هيعرف يعمل انتر اكشن وهو في السايكليك فور، لازم يبقى لينير فور. وبعد كده بيعمل ريدكشن للكيوبريك بيحوله لكيوبريكس وبيحصل له هو اوكسيديشن. ده بس التست اللي امبارح اخدوه في المعمل كيوبريك ريدكشن للجلوكوز. تمام كده خلصنا الدايجنوزيس الريسك فاكتورز مع السيم. ثانك يو. هشام حسين هتكلم عن الريسك فاكتور. الريسك فاكتور الفاكتور اللي هتخليني اكتر عرضه للاكتوز انتولرانس. اول حاجه انكريزنج اتش، انا لما بكبر نسبه اللاكتوز انتيك بتاعتي بتقل، فبالتالي السمول انتستين هتقلل من افراز اللاكتيز، ودي حاجه لو فيسيولوجيكال، لو اللاكتيز قل عن الفيسيولوجيكال نورمال دي هتعرض اللاكتيز انتولرانس. تاني حاجه الاثنيستي اللي هي العرقيه دي بتبقى موست كومن في البلاك والانديان والامريكان. تالت حاجة البريم ماتشور بيبي ده اللي بيبقى عنده السمول انتست بريم ماتشور، فبالتالي مش هتكون لاكتيز كويس. الناس اللي عندهم ديزيز في السمول انتست والكانسر تريتمنت زي الكيمو ثيرابي والراديشن ثيرابي برضه دي بتأثر على السمول انتست. اتكلم عن المانجمنت، المرض ده مالوش تريتمنت بس انا بحاول ان انا افويد السيمتومز بتاعته عن طريق ان انا بمتنع او بتجنب. يعني هو مفيش حاجه اسمها ملوش تريتمنت، التريتمنتس او العلاج نوعين، في علاج شفائي وده اسمه كيوراتيف،
صح؟ وعلاج وقائي اسمه بروفيلاكتيك، صح؟ هي كلنا كده يعني علاج فيهم المفروض اللي هو الشيء. انت يا اخي متضايق كل ما تشرب لبن تتعب، كل ما تشرب كده يبقى الحل تشربش اللبن بس كده. احب اليوجرت لان اليوجرت بيبقى فيه بكتيريا بتكسر اللاكتوز والجلوكوز والجلوكوز. او ممكن اخد ايدي تشيز زي الشيدر دي بتبقى نسبه اللاكتوز فيها قليله. ممكن اخد لاكتيز برودكت قبل ما اعمل الميلك، والميلك برودكت بتساعدني في هضم اللاكتوز. او بالنسبه للاطفال بتديهم لاكتوز فري فيه. هتكلم عن الكومبليكيشنز. اللاكتوز ده مهم في انه بيساعدني في ابزوربشن للفيتامينز والمينرالز اللي بتحتوي على كالسيوم وكالسيوم وزنك. الفيتامينز والمينرالز دي مهمه في ان انا بتساعدني في الهيلثي والسترونج. فلو هي قلت بالتالي هيبقى عندي اوستيوبينيا دي بسبب نقص الكالسيوم، واوستيوبروسس بيبقى عندي بونص ومين نيوتريشن وبالتالي هيأدي لاوتوبيس. هتكلم عن السمري مع دكتور. هو انت مالتي فانكشن؟ طيب تصنف بقى كل اللي احنا قلناه ده. هنتكلم على السمري بسرعه كده. طيب احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن وات از لاكتوز، وقلنا ان هو داي ساكرايد بيتكون من تو سمبل شوجرز اللي هم الجلوكوز والجلاكتوز ولينكد توجذر باي بيتا 1 فور جلاكتوسيديد. واتكلمنا كمان عن اللاكتيز انزايم، وقلنا ان هو هيدروليز انزايم بيقطع البيتا 1 فور جلاكتوسيديد بومب دي، وممكن نسميه بيتا جلاكتوسايديز انزايم. وتكلمنا كمان عن اللاكتوز انتوليرانس ديزيز، وقلنا هو عباره عن لاكتيز ديفيشنسي ديزيز ومش دينجرس. واتكلمنا عن السيمتومز، وقلنا السيمتومز بتبقى يا اما في السمول انتستين يا اما في اللارج انتستين. في السمول انتستين هتعمل لنا بلوتينج وديستنشن وكرامبس، وهتنتج عنها كمان انكريس اوسمولاريتي فهتعمل نوزيا وبوميتنج. وفي اللارج انتستين هتعمل لي كمان انكريس الاوسمولاريتي فهتعمل لي دايريا، وهينتج عنها برضو الابنورمال دايجستشن اوف لاكتوز هيعمل لي كومبلكس اوف جازز هتعمل لي جازز. طيب وكلمنا عن التايبس، وقلنا التايبس اربع انواع، يا اما برايمري، والبرايمري ده بيبقى فيه ميوتيشن في الام سي ام 6 جين من كروموسوم مينتنس جين 6 اسمه كده، فده بيعمل لي ان ابيليتي تو برودوس لاكتيز اني مور. يعني البني ادم وهو صغير بيبقى عنده لاكتيز لكن بعد كده ما بيبقاش عنده لاكتيز. وتاني حاجه الكونجينيتال، الكونجينيتال ده ان البني ادم الجين نفسه بتاع اللاكتيز نفسه بايظ، فمعنى كده ان هو اتولد وهو صغير ما عندوش لاكتيز اصلا. والديفلوبمنت قلنا ان البني ادم اتولد بيبي صغير قبل التسع شهور بتاعته، فالانتستين بتاعته ايماتشور فما قدرتش ان هي تفرز اللاكتوز اللاكتيز كويس. والسكندري قلنا السكندري لو الانتستين اتعرضت لاي انجري ممكن كده تعمل لنا لاكتيز ديفيشنسي ديزيز. وتكلمنا عن الدايجنوزس، والدايجنوزس ثلاث حاجات. اول حاجه فاميلي هيستوري او دايت هيستوري. غلطة مطبعية حصل يا دكتور قدام، حصل قدام هم لو بيهتموا عشان كده غلطة بتاعها. معلش يا دكتور عتب على النظر بس. طيب عملنا فاميلي هيستوري. تمام. الموست كومن برايمري. Which is the most common type? The most common is a primary lactase deficiency, while most rare is a congenital lactase deficiency. فالدياجنوزس كنا بنتكلم على الدياجنوزس ان هو بنعمل فاميلي هيستوري عشان نشوف اذا كان حد من الاب والام او الاجداد عنده قبل كده لاكتيز ديفيشنسي ولا لا، وبنعمل فيزيكال دياجنوزس عشان نشوف الابدومينال كرامبس وبلوتينج وجازس موجودين ولا لا، وبنعمل ميديكال تيست نعمل بنقيس الهيدروجين اللي طالع في الاكسبايرد اير اذا كان نورمال او اكتر من نورمال، وبنشوف برضه بنعمل بلاد تيست. البلاد تيست ده بنشوف كميه الجلوكوز قبل وبعد ما نديله لاكتوز. لو المفروض ان هو زاد عن العادي يبقى كده في نورمال بريك داون اوف لاكتوز وحصل ابزوربشن اوف جلوكوز فهيزيد، لو ما زادش يبقى كده عنده لاكتوز انتولرانس ديزيز. طيب وعملنا كمان ستول اسيديتي تيست لان احنا قلنا الابنورمال بريك داون اوف لاكتوز بيعمل فيرمنتيشن بيبروديوس شورت تشين فاتي اسيدز، والاسيدز دي بتعمل اسيديتي في الستول فطلع لنا بوزيتيف ستول تيست.
وعملنا كمان البينيتيت تيست. البينيتيت تيست ده بيشوف الريدوسينج باور اوف ذا شوجر اللي هو الجلوكوز او اللاكتوز سبيسيفيك في ال ان سبيسيفيك انا اسف في الـ في الاستول، فبنشوف يعني موجودين في الاستول ولا لا. وقلنا الريسك فاكتورز ايه الحاجات اللي ممكن تخلينا معرضين اكتر ان احنا يبقى عندنا لاكتوز انتولرنس، زي الانكريزنج ايج، زي العرقيه الاثنيستي، زي ان الواحد يبقى انجرد في السمول انتستم، زي الكانسر ثيرابي. وكمان قلنا المانجمنت ازاي البني ادم يقدر يتعامل مع المرض ده، ياكل مثلا يوجرت لانه ما فيهوش لاكتوز او حصل فيه بكتيريا يعني بتهضم اللاكتوز انتو جلوكوز وجلاكتوز، ياكل اتش دي تشيز زي الشيدر لان ما فيهاش لاكتوز كتير. طيب واتكلمنا كمان عن الكومبليكيشن، قلنا ان اللاكتوز امبورتنت جدا عشان يعمل نورمال ابزوربشن وفيتامينز اند سم مينرالز زي الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم اللي بيعملوا هيلثي بونز. فاذا ما حصلش ابزوربشن للمينرالز والفيتامينز دي هيحصل نون هيلثي بونز ديفلوبمنت زي الاوستيوبينيا او الاوستيوبروزيس، ومع ذلك هيعمل نون نيوتريشن وويتنس. واخر كلمه قبل ما نختم بيها احب اقول ان لو واحد عنده لاكتوز انتوليرنس ديزيز وما عملش مانجمنت دي وكبر دماغه وما راحش للدكتور هيبقى عنده بارتي في البطن. شكرا دي الريفرنسز بتاعتنا و ثانك يو. بس احنا بس الفيديو يوضح لنا اكتر اللاكتوز انتوليرنس. جمال 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 هنا بيوضح لنا ان كوبايه اللبن دي فيها لاكتوز. اضافه ما لهاش حاجه. هو جلاس اوف ميلك كونتيننج 11 جرام اوف لاكتوز، واللاكتوز المفروض ان هو عشان يحصل له نورمال ابزوربشن لازم يكسر الجلاكتوز والجلوكوز باي انزيم كولد لاكتيز فاوند ان انتستين او سبيسيفيكلي ان سمول انتستين. بنت خدت الكوبايه ساعتها سمول انتستين نورمال اهو دي في اللاي طبعا. الجلوكوز بيتفسح وجلاكتوز، وادي اللاكتوز اهو ده البوند اللي بينهم اللي احنا قلنا ان هي بيتا 1 4 جلاكتوسيديك بوند، وادي اللاكتيز انزيم اهو المفروض ان هو هيفك البوند دي. طبعا ليه سبيسيفيك اكتيف سايت اهو بيتحول عشان يقدر السبيسيفيك سايت ده يقطعها ويفك اهو يقدر يصنعها. طب لو عندنا بقى انتستينال لاكتيز ديفيشنسي او لاكتوز انتوليرنس، احنا ممكن يبقى عندنا لاكتيز بس قليل ما يقدرش يعمل دايجستشن لكل اللاكتوز، فعايز يعمل له ابزوربشن وهو ما عرفش فيعيط. دخل بقى على اللارج انتستين من السمول انتستين للارج انتستين، البكتيريا الانتستين هتخش عليه تعمل له فرمنتيشن، والفرمنتيشن هيعمل لي ديستنشن وبلوتينج وجازس ذلك سيمتومز هتظهر في المرة. شكرا. شكرا. انا عايز اقول ملاحظات ثواني قبل ما نبقى بعدين تضرب عشان خلاص الدكاتره. ده اول برزنتيشن مجموعه عاديه او دي جروب اللي هو بتاع سكشن الميكانيزم ال 11 والجروب في الواحده والجروب في السنه دي. لحسن حظي ان نفس المجموعه دي كانت معايا السنه اللي فاتت، فمتهيألي بدات اشوف فرق. هي الحاجات اللي فيها نقدر لو الفيديو قلت عليها ومش شغالين. اول حاجه عايز ابدا بيها انه السنه دي لو السنه اللي فاتت انا كنت مديهم في دماغي 60% فهم يستاهلوا المره دي 160%. مش مجامله ليهم ولهم كانوا حريصين ان يبقى في اوردر نمره واحد نظام شغل. في ناس انا عارف انها ما اتكلمتش بس الشغل ده متقسم ما بينهم كل واحد واخد جزء وجاي وقعدوا مع بعض وعملوا له بروفه واثنين وثلاثه تمام؟ كان فيري اكسس في تجميع الداتا اللي معاك واحد اثنين. دايما احنا عندنا مشكله احنا بنتعامل هنا مع اسم البايو كيمستري، دايما بنجيب كيسز بنتكلم معاها فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو وده مش عيب بس احنا هنا في الكيمياء. فالمفروض اللي يهمني اكتر جزئيتين، الاولى البايو كيميكال بيزس، الثانيه الموليكولار بيزس بتاعت الدي ان ايه. هم ركزوا مشكورين على الجزئيتين في البدايه النهارده، واخيرا اتكلموا على الحتت الكلينيكال سواء السيمتومز او الكومبليكيشنز او المانجمنت، they were perfect. وده هيكون يصعب المهمه
على اللي طالع نمره بعدهم، اتمنى يكونوا زيهم او احسن. شكرا يا دكتور احمد.